المهم أنه ثم جاء ثالث القوم، وإن كان أنا لا أريد أن أكمل الشقية، وهو داعيكم. أنا أيضا يدعي الناس أنه لي جنب باطنية، ويختلفون في تفسيرها ومقدارها، ولا يعرف مقدارها إلا الله سبحانه وتعالى. حتى أنا لعله لا أعرفها، وإنما الذي يعرفها هو علام الغيوب جل جلاله. وكل من يدعي معرفتها إنما يدعي معرفتها من زاويته ومقدار إدراكه واستحقاقه. وأيضا أنا أستطيع أن أقول أن الجماعة من المثقفين، خاصة من المثقفين دينيا، جزاهم الله خير، يحسنون الظن بي، ولا يحتمل أن يكون اتجاهي الباطني باطلا والعياذ بالله. فمن هذه الناحية أيضا صار هناك قرينة على صحة الاتجاه الباطني. لكن مع ذلك أكرر على أنه الشيء الذي حذرت منه في الجلسة السابقة، أحذر منه، وحتى أنه أصبح في ضرري كصاحب باطن إجمالا، أصبح في ضرري، لأنهم أصبحوا يشيعون أمور ما أنزل الله بها من سلطان، وهم لا يتورعون أن يكون الله لا ينزل بها من سلطان. يكفي أنهم سلاطين أهوائهم وآرائهم وعقولهم. على كل حال، معنى الشاهد هذا الجهة أردت أن أبينها، والجهة الأخرى التي أردت أن أبينها أن هنا إجا واحد على إتحاد في يوم ما، سأل أنه يقال عنك أنك، ما معناته أنك، وإن كانت هذه العبارة ملطفة، أنك الزعيم الأوحد بمسلك العرفان في العراق. قلت لا، ما في شيء، تعرف فلان وفلان وفلان من العوام والحوزة وشيبة الحوزة وغيرهم، سميت لهم جماعة ممن لا ارتبط بهم بصلة، لهم مشايخ آخرين سابقين قدس الله أسرارهم، أنا لست واحد منهم.